ما هو دعاء تحصين العروسين ليلة الزفاف؟ أسأل الله تعالى أن يبارك لكل عروسين ويجعل حياتهم مليئة بالهدوء والسكينة بإذن الله. وفيما يأتي بعض الأدعية والآيات القرآنية التي يمكنك قراءتها لتتحسن نفسيتك أو نفسيتك بإذن الله. أولا قراءة سورة الفاتحة والمعوذتين وسورة الإخلاص وخواتيم سورة البقرة وآية الكرسي. الأدعية التالية: اللهم إني أستودعك نفسي وزوجي، فاكتب لنا الخير في حياتنا القادمة، وأبعد عنا كل شر وكل من يريد بنا أذى يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وأبعد عنا عينا رأتنا ولم تذكرك. اللهم احفظ لي زوجي، وارزقنا حياة يملأها الحب والسكينة، واجعلني له قرة عين، واجعله لي قرة عين يا رب العالمين. اللهم اجعل حياتنا هينة لينة، لا يشوبها كدر ولا حزن، وارزقنا الذرية الصالحة، ولا تذرنا فرادى، وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترضى عني وعن زوجي، وأن تفتح لنا أبواب رزقك يا عزيز يا كريم. اللهم إننا مقبلون على حياة جديدة لا نعلم ما فيها، وأنت وحدك تعلم، فاكتب لنا يا رب كل خير، ولا تجعلنا من الأشقياء يا رب. الله إني أستودعك عمرا مضى من حياتي وعمرا سيأتي، فلا تجعلني أشكو هما ولا ألما، واكتب لي برحمتك كل خير، إنك على كل شيء قدير. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت، وإذا دعيت به أطعت، وأن تبعد عني وعن زوجي من يريد شرا بنا، واحفظنا بعينك التي لا تنام. اللهم ارزقنا ذرية صالحة طيبة مؤمنة تعبدك حق عبادتك وتخشاك حق خشيتك، إنك أنت الوهاب الكريم.